لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد كشفت لأول مرة عن قائمة الأملاك المصادرة من شركات وعقارات ومنقولات وأموال المخلوع وعائلته وأصهاره والمقربين منه، وقد تم حصر هذه الأملاك في 513 مادة مصادرة بالنسبة ل114 شخصا. نحن لأول مرة نكشف عن هذه القائمة للعقارات المسجلة والمصادرة، والتي تبرز حقيقة حجم النهب الذي عاشته بلادنا طيلة الحقبة السوداء، طيلة 23 سنة من حكم الدكتاتور بن علي وعصابته. تمش الكشف على تلك النتائج فقط وتلك الحصيلة فقط، أنا لا هم اللي راه قطع النظر على القيم المالية. تم الكشف خاصة على الوسائل اللي تم استعمالها للثراء الفاسد، الوسائل عديدة مختلفة في مخالفة القانون أو عند قدر استعمال القانون لأغراض شخصية، وهو قمة الفساد وقد يولي الفساد عنده مع تيار مدة طبعا تشريعي. ثم تم الكشف عن جميع الميادين اللي تم اكتساحها، واللي هما نجم نصرح به يهم جميع الأنشطة الاقتصادية والمالية بتونس، وأصاب الإضرار بجميع الوزارات وعلى وجه خصوص منهم حتى المداخيل الدولة بواسطة وزارة المالية. هو جلسة تقييمية لنتائج الأعمال المصادرة على مستوى الإحصائيات وعلى أساس المنهجية نتاع العمل اللي وقع التطبيق نتاعها في تفعيل الفرع الأولاني من الفصل الأول من مرسوم نتاع المصادرة. إحداث خلية مشتركة بين لجنة المصادرة ولجنة التصرف هي الإجراءات التي سيتم تطبيقها في الأيام القليلة القادمة لتحديد كيفية التصرف في هذه الممتلكات. ثم هنا اليوم معلومات مفصلة في العقارات اللي تمت مصادرتها، وخاصة في معرفة مآل الأملاك هذه المصادرة، كيفاش التنسيق، هل إنه فما تنسيق باش يتم مع لجنة التصرف اللي نحن آخر جلسة كان فما إشكالية في طريقة التصرف في الممتلكات هذه بالنسبة لجنة التصرف اللي موجودة في وزارة المالية، وفي التنسيق بينها وبين لجنة المصادرة اللي تقريبا فما سوء معناها التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بملف الأملاك المصادرة. طبعا يا مشتهد تباع بالمزاد العلني يعني، والمحصول متاعها يتصب في الميزانية. هذه القائمة التي تم إصدارها في الأملاك المصادرة تجعلنا نتساءل عن مستقبل هذه العقارات وفيما ستوظف أموالها، هل في أمور تنموية أم ستستغل في توجه آخر؟